على طول بنسمع من الـ WHO عم تحذر من مواد معينة يتم الإدمان عليها، ومؤخراً الإدمان التكنولوجي أو التقني أو الصوتي أو الرقمي هو أشهر مواضيع الإدمان يلي يتم عمل تقارير دورية عليها. الإدمان على الهاتف المحمول تتعدد أشكاله وأنواعه وصار موضة العصر، يعني منشوف الكتير عم يقدمنوا على هالموضوع بمختلف الشرائح العمرية، كبير أو حتى صغير، بالطريق، بسيارة، بالبيت، بالجامعات وبالمجمعات العائلية والتجمعات، والكل ملتهي على موبايله. ومثل ما كنت عم تحكي والد، هذا يمكن يعتبر من أخطر أنواع الإدمان اللي نحن صرنا عم نأدمن عليها بالفترة الأخيرة، والكثير من الدراسات اللي حذرت من هذا الموضوع، وصار عم نشوف كيف عم نحاول نعالج حالنا من هذا الإدمان لحتى نخفف منه أو نتخلص منه. كيف نقدر نتخلص من هالعادة؟ وهل يا ترى في تطبيقات ممكن تساعدنا؟ رح نتعرف أكثر مع مهندس تكنولوجيا وأمن المعلومات عامر بشار. صباح الخير أستاذ. صباحكم. وأهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عامر. نحن عم نحكي عن موضوع فعلا حقيقي، نعم، واقعي، ما له ضرب من الخيال. نعم. في ناس ممكن يقولوا معقول أنا مدمن على التكنولوجيا، نعم، أو مدمن على موبايلي. إذا بس عملوا كم خطوة بموبايلهم بيشوفوا حالهم إنه مأدمنين ومكترين. إمتى بنقول عن شخص إنه مدمن موبايل؟ هلأ في عدة أسئلة نحن بنسألها، ممكن نسألها لحالنا أو نشوف هذا الشخص إذا بتنطبق عليه هاي الأسئلة. هل أنا بتفقد موبايلي بشكل دوري ومستمر حتى لو ما في أي إشعارات إجتني؟ هل بأخذ تليفوني معي على دورة المياه؟ هل بأخذ تليفوني على مائدة الطعام؟ هل يترى عندي فضول لأفتح أي إشعار بيجيني أو أي نوتيفيكيشن بيجيني فور، يعني مجرد أنه وصل؟ الناس اللي حوالي ممكن تشتكي مني أنه أنا عم بستخدم التليفون بشكل مفرط أثناء الجلوس معهم. إذا أنا بفضل أني روح أقضي وقتي على الموبايل أكثر من أني مارس نشاط معين أو أقعد مع رفقاتي أو أقعد مع العائلة، هي العلامات إذا في بعض منا أنا كان جوابي فيها أي صح أنا هيك عم يصير معي، فأنا بكون شخص مدمن على السمارت فون أو على الموبايل. مبدئياً كلياتنا نعمل شغلات اللي قلت عليها، يعني مبدئياً كلياتنا عنا إدمان، بس خلينا نحكي عن خطورة هذا الإدمان. يعني بعض الأشخاص بيقولوا طب هي بالنهاية جهاز إلكتروني أنا عم بستخدمه لحتى أتواصل مع الأشخاص، لحتى أقرأ أخبار جديدة، لحتى أكون أكتف مثلاً مع رفقاتي اللي قراب والبعاد. شو هي خطورة الإدمان على التكنولوجيا؟ هلأ خطورة الإدمان على التكنولوجيا بشكل عام، أو خلينا نسميها على السمارت فون أو الهاتف المحمول، اغلب الشرائح اللي مصابه بهذا الادمان هي من المراهقين. يعني حسب دراسه نشرتها فوكس نيوز على من عده جامعات، اكثر تقريبا 52% من المراهقين هن مدمنين على الهاتف المحمول. تقريبا في 26% من الاشخاص المدمنين بيبعثوا رسائل هن اثناء القياده، وتقريباً 53% من الأشخاص ممكن يجروا مكالمات هاتفية أثناء القيادة. المخاطر اللي بتشكل من الإدمان على الهاتف هي فيها مشاكل جسدية، اللي هي مثلاً مشاكل بالرقبة أو مشاكل جسدية، وفي المشاكل النفسية. يعني حسب الدراسات كمان الأشخاص المدمنين على الهاتف هن معرضين للإصابة بمعدلات أو مسببات الاكتئاب، اكتئاب أو الانتحار، فبنسبة 71%. هي من الأشخاص اللي ممكن يصير معي توتر، أرق، استخدام الموبايل قبل النوم أو صح. فور الاستيقاظ مباشرة رح يسبب لي قبل النوم أرق لأنه الدماغ عم يضل بحالة عمل، وعند الاستيقاظ مباشرة أنا رح أحس نهاري مشتت، ما عندي قدرة على التركيز، عم بعمل شغلاتي من دون وعي. فعند الصبح بكير يفضل قبل بساعة من ما نام أو أول ما في بعد بساعة مع استخدام صح التليفون. صح، حتى بيقولوا إنه اللي عنده أرق ما لازم يفوت الموبايل معه. نعم. على غرفة النوم. نعم. لأنه عنده هذا الفضول إنه كل شوي بده يشوف عندي 5000 فريند على الفيسبوك، أكيد 15 أو 20 منهم نزلوا بوست بهالوقت، فأنا بدي أشوفه. حتى ممكن يفيق من نومه الشخص، في أشخاص بتفيق من نومه لتتفقد موبايله. هذا نوع من حب التواصل الدائم، حب انه انا على اطلاع بكل شيء على طول. هذا الموضوع قديش ممكن ياثر على حياتنا الواقعيه؟ نحن لليوم عم نحكي بالعالم الافتراضي، مع العلم انه اليوم بيع التكنولوجيا هو اربح انواع البيع.
يعني انا ما عم بيع شيء ماتيريال، عم بيع سوفت وير، عم بيع شيء نظام، عم بيع شيء سيستم للموبايل او عم بيع ابلكيشن. فانا قديش ممكن اكون واعي لهالموضوع؟ لهيك ورد مثل ما حكيت، لانه سهل سلس، يعني انا دائما بقدر اوصل للشخص بضغطه زر، بقدر اوصل له بتطبيق بسيط، فالموضوع سلس، فبيكون دائما شيء سهل بالنسبه لك، تستغرق في وقت وبتقضي فيه وقت كتير كبير. هلا التأثير النفسي والحالة الاجتماعية، يعني دائما منلاقي الأشخاص المدمنين على الهاتف هن أشخاص ما عندهم تواصل بالحالة الاجتماعية، يعني منعزلين، بتلاقي بيروح بينعزل، بيحب يقعد لوحده، تواصله الحقيقي الفعلي أو التواصل الاجتماعي هو معدم، شبه معدم. وهلا صار كمان يعني حتى الشركات اللي هي عم تقدم لنا هي التكنولوجيا صارت تنتبه قد فعلا في اشخاص ممكن يسردوا بالساعات 4-5 ساعات متواصلين ورا بعضهم بدون ما يحسوا هن قاعدين على موبايلاتهم. شو هي اهم الطرق او الخطوات اللي ممكن نحن نتبعها لحتى تنبهنا قد ايه نحن عم نقضي وقت على الموبايل، وشو هي الابلكيشن اللي ممكن تساعدنا نخفف من هي المده؟ تمام. هلا مثل ما حضرتك حكيت، في كثير توجه صار لتخفيف الوقت يلي منقضيه على الموبايل. شركة أبل أو أجهزة الآيفون في شيء اسمه سكرين تايم أو مدة استخدام الجهاز. هي الخاصية بتخليني أنا أقرأ قديش أنا عم أقضي وقتي على التليفون، قديش عم بقعد على كل تطبيق، قديش عم بستخدم سوشيال ميديا، قديش عم بستخدم ألعاب، بيعطيني كل هي بالتفصيل. هلا كنا عم نشوفها سوا مع المشاهدين، فنحن رح نشوف هي التفصيلات كلياتها. طيب أنا كيف فيني أعمل كنترول عليها؟ فيني ببساطة أروح على الإعدادات أو السيتينجز بالآيفون، بروح على شيء اسمه سكرين تايم أو مدة استخدام الجهاز، بفعل هي الخاصية فبيبلش يقرأ لي نشاطي على التليفون. فيني أعمل شيء اسمه مدة التوقف، يعني أنا أمنع أبليكيشن أني استخدمه أو تطبيق استخدمه بوقت معين، حدد له، فيني حدد له اليوم، فيني حدد له من أي وقت لأي وقت. أوكي. فيني اقول له قديش الليمت لكل تطبيق. طب واذا فتت على هذا الابلكيشن بالوقت اللي انا محددته انه ما لازم فيه. طبعا هلا من حلاوه الميزه هي انه انا بس فوت على اي تطبيق، او حتى بتشوف التطبيقات صار لونها رمادي، بس فوت على اي تطبيق فبيقول لي انت تجاوزت الحد اللي مسموح فيه لاستخدام التطبيق، او انت ما فيك تستخدم هذا التطبيق بهذا الوقت. وطبعا فيك تقفلي هذا هي الميزه بباسورد، يعني انا ما بدي يكون القصه سهله او بضغطه زر انا فيني اتجاوز الامر، لا، حاملين شيء صعوبات لحتى اقدر. حتى فيني اعمل كنترول على باقي الافراد العائله، اذا انا عندي حاطط حسابي الابل اي دي على جهاز ثاني ففيني اتحكم وشوف كمان قديش الوقت اللي عم يقضيه، وفيني حدد له وقت الاستخدام. هي بالنسبه لاجهزه الايفون. بالنسبة لأجهزة الأندرويد في ميزة مشابهة أطلقوها بالتحديث الجديد لسيستم الأندرويد، هي الأندرويد كيو. اسمها الميزة فوكس مود أو وضع التركيز، تشبه كتير مدة استخدام الجهاز بالآيفون. كمان بقدر أمنع تطبيقات بوقت معين، بقدر أمنع النوتيفيكيشن لهي التطبيقات، بقدر حدد وقت لهي التطبيقات إمتى فيني استخدمها وقديش المدة المسمح لي أضيع على هي التطبيقات. إذا كنت عم جيب منه مصاري قضي فيه وقت قد ما بدك على النت، لأنه هذا شغل بالنهاية. في ناس بيتطلبوا شغلهم يكون مكتبي وعلى الكمبيوتر أو على الموبايل، وهن بس كوميونيكيشن بينهم وبين العالم. هدول الناس نحن فينا نصنفهم أنه هن مدمنين؟ أكيد لا، الإدمان دائما بيجي على شيء ما منه فائدة. يعني اليوم أنت أكيد ما منقول نحن لا تستخدم الانترنت، لا تتواصل مع حدا، او لا ما بيصير تستخدم الموبايل، اكيد لا، ولكن كل شيء فيه له حدود، او اهم شيء يكون انا عارفان وين عم بستخدم او وين عم بصرف وقتي بهي الاثناء. يعني مثلا نحن بنحس على حالنا احيانا انه نحن عم نستخدم هي التطبيقات، بكون قايل يلا لفوت شوف هي الشغله، وبنفجاه بنلاقي حالنا بالضيع. فهو اكيد لا، انا بقدر صنف الشغل لحال وقت كل شيء انا قادر اعمل عليه كنترول. لهيك نحن قلنا اليوم شو في شغلات تساعدني. تمام. المشكله اذا بجيب مصاري منها اوكي اتس اوكي، المشكله اذا انا اكتف بشكل بوزيتيف اوكي، بس انه فوت انا برج مراقبه بس لاشوف فلان شو عمل وشو نزل ستوري وعمل سكرين شوت لفلان وبعتها لعلان،
هون المشكلة وهون فعلا الإدمان. كومنتس بس ايه هون الإدمان. طاقة سلبية هي هون الإدمان، المشكلة لإله ولإلنا يعني لكل العالم اللي أساسا عنده. طب خلينا نحكي كمان أيضا في الكثير من التطبيقات اللي صارت موجودة لحتى نحن ما كثير نغرق بالإدمان على التكنولوجيا أو ما حتى نغرق بالوقت ونحن قاعدين على التليفون. شو هي أهم هي التطبيقات وكيف ممكن نستخدمها؟ هلا اليوم رح نحكي على التطبيقات لسبب انه مثلا الاندرويد هو بالاصدار الحديث جدا اللي نزلت هاي الميزه، فانا كيف فيني اعمل كنترول اذا انا عندي مثلا موبايل باصدار قديم او ما نازل عليه الاندرويد كيو؟ ببساطه هلا في اشخاص كمان مدمنين على الالعاب، يعني مو بس مدمن صح. على السوشيال ميديا او مدمن على هي الادمان بعده انواع. ففي لعبه ظريفه من مبدأها بمبدأها لحتى اقدر خفف عن الادمان اسمها فورست. المبدأ تبعها انه انا عندي مزرعه او حديقه بدي اخلي هالشجر ينمو بهالحديقه، فبختار نبته وهي النبته بتكبر كل ما انا كنت بعيد عن التليفون، يعني كل ما استخدمت جهازي اكثر كل ما هي النبته بتموت. وفيها مثل كوميونيتي او تواصل لحتى نشوف تحديات، يعني مين قدران يبعد عن تليفونه اكثر. هي مبدا المزرعه السعيده هيك كانت تماماً. انا صراحه ولا مره لعبانه لعبه على الموبايل او مدمنه عليها، فلا بعرف ببجي لا بعرف مزرعه سعيده، بس انا اللي بسمعه يعني هي نفس المبدا هيك بنفس المبدا، بس الغايه اللي توصلي لها بشكل يعني بشكل معكوس. عاده الالعاب كل ما قضيتي وقت عليها مزرعه سعيده كل ما سقيت وسرقت وسرقت كل ما تركت موبايلك كل ما انت عم تزرع صح. وكل ما وفكره التطبيق حلوه اذا انا بحب هذا النوع من الالعاب او عندي ادمان على الالعاب، فبتخلق نوع من التحدي حلو. باقي التطبيقات هن بيعملوا نفس تقريبا مبدا السكرين تايم او الفوكس مود، بقدر راقب انا جهازي، بقدر اعمل كنترول على الاشعارات او النوتيفيكيشن، بقدر شوف قديش كل تطبيق عم يسرق من وقتي او قد عم ياخذ من وقتي، بقدر امنع هاي التطبيقات او اعمل لها ليميت او حدة بحد معين من الوقت استخدمه. من هاي التطبيقات في تطبيق اسمه منثل هو للاندرويد، وفي تطبيق اسمه فوكس. تطبيق فوكس موجود للاجهزه الاندرويد والايفون، بتميز بسهوله الاستخدام وجرافيك يعني اكثر، فيه رسومات بتسهل. بالختام يعني حتى ما يداركنا الوقت انه نحن هدول التطبيقات ما يكونوا عم ياخذوا سبيس من الميموري تبعنا وما نكون نحن اوكي بشوف الريبورت والله عم اقضي خمس ساعات اوكي حلو خمس ساعات يلا يلا المره الجايه بصيروا خمسه ونص. لا فعلا نحن ننتبه لحالنا ويكون عندنا وعي. اكيد نحن نتحكم بهالجهاز الذكي ما هو يتحكم فينا. شكرا كثير، يسعد صباحك. شكرا كثير لك استاذ ويسعد لي صباحك.